أعتقد عمره سنوات قليلة. لحظات استثنائية فارقة وصورة تحبس الأنفاس تعلو مشهدا مخيفا شديد الغموض، كانت بطلته لقطة بألف كلمة حوت في باطنها أسرار تثير خوفا بالغا في نفوس الآمنين. أجسام متحللة في قلب الصحراء السعودية لم تتح للشاب الذي عثر عليهم أي فرصة في أن ينأى بنفسه، وقرر أن يكشف السر الغامض على الملأ. وإليكم أصل القصة. كانت خطواته في ذلك المكان البعيد محفوفة بالمخاطر، فبمجرد ما حط رحاله على أول الطريق شعر بقبضة في قلبه، وكأنه يستشعر حقيقة ما يراه في خلال دقائق معدودة. في خضم مسيرته الغامضة تلك، كانت الوجوه التي تقابله شاحبة مخطوفة، وكأن هناك سرا يخفي الجميع حقيقته، ويستشعر الخطر على ذلك السائق بسيارته وهو ويتجه إلى هناك في أقصى شمال المملكة العربية السعودية، وتحديدا في منطقة شقراء تجسد السر، منطقة غامضة لا يعرف أحد ما هي حقيقتها ولما تتناثر بداخلها كل هذه الأجساد المحللة. المشهد كان مخيفا، والحركة في قلب الرمال المختلطة ببقايا بشرية كانت حذرة، حتى لا يتعثر ذلك الشاب في خطوة غير محسوبة مقادير تأتي عليه بما لا يحمد عقباه. لحظات معدودة امتزجت في نفس الشاب بعض أحاسيس من ثقة، بعدما اختلطت في دقائق سابقة مشاعر من خوف ورهبة، قرر أن يمد يده إلى تلك البقايا. كان يتحدث في مقطع فيديو مصور بثه بعد عودته عبر حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي بصوت مبحوح خفيض قلق. أمسك ببعض البقايا وبدأ يتحسسها بيديه ويشير إلى كاميرا الجوال أن ذلك لا يمكن أن يكون لحيوان شارد من سربه أو طريد في ظلام الصحراء الدامس. الأمور كانت واضحة جلية، ما عثر عليه الشاب في صحراء منطقة شقراء لم يكن إلا بقايا بشرية، أن الأوان أن يكشف سرها في تلك اللحظة. على الفور سادت حالة من التفاعل الواسع الممزوج بالدهشة. ما هو السبب الحقيقي وراء فقدان هؤلاء حياتهم؟ وهل تعود تلك البقايا بالفعل لمفقودين خلال الفترة القليلة الماضية، أم أن الموقع برمته هو مكان أثري بدأ يتكشف بفعل عوامل الطبيعة وانجراف الرمال من أعلاه، فكشف ستر بعض من أسراره ليفتح الطريق أمام خبيئة أثرية كبرى؟ لكن الرأي الأنسب والأكثر قربا إلى حقيقة ما حدث هو أن هؤلاء كانوا مجموعة من الشباب الذين ذهبوا في رحلة برية إلى أعماق الصحراء، وفقدوا الاتصال، ومع نفوذ مؤونتهم فقدوا أرواحهم. ذلك الرأي نال الكثير من الترحيب من جانب رواد منصات التواصل الاجتماعي، خاصة ذلك الرأي نال الكثير من الترحيب من جانب رواد منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وأن المكان بعيد بالفعل عن مناطق الإعمار، وأن مسألة فقدانهم منطقية للغاية. لكن أين ذهبت وسيلة مواصلاتهم؟ ذلك هو التساؤل الذي شغل الجميع، ولم يجد أحد له أي إجابة وافية. فبرأيكم ما الذي يمكن أن يكون حدث؟